درسنا اليوم شنو نتكلم عن نبيل؟ بقار. نبيل بقار. انتبهوا وياي. نبي النبيل. هذا شنو ذني؟ لا دلدا إي لدي إن أنا لدينا لا إلا منو ذا يقدم الإي قبل الدا؟ لا لا دا لا دا إي لدي إن أنا لدينا لدي إن أنا لدينا لا بلبا اللبن لا دلدي لدي إن أنا لدينا ماما لا 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 دلدي لدي إن أنا لدينا لا دلدي لدي إن أنا لدينا قليل بالفصحى شو نقول كثير عكس قليل كثير وعكس شويه وهوايه عكس شويه وهوايه زين عندنا هنا يقول من هو اللي يقول نبيل شنو معناته يقول يعني يحكي هسه من اقول تعال زيد يمي زيد هنا يقول زيد شو يسوي يحكي لكن علينا شو نقول على نفسنا يقول لو قول قلنا قلنا على نفسنا نقول قلنا لان احنا جماعه احنا واحد لا احنا جماعه احنا هوايه بس زيد من واحد شو يقول يقول زيد واحد شنو يقول يقول لكن احنا شو نقول قلنا احنا هوايه قلنا يعني معناته حكينا شكرا لك زيودي
زين. يا اي ايا يا شو معناتها يا؟ يا النجا وين اخذناها؟ وداد. يا وداد ويا منير. قم يا منير نزور زيدان. قم يا منير نجور. قم قو ام قم وين اخذناها؟ موضوع جبو منير. واخذنا يا وداد ويا منير. يا وداد ويا منير. الياء المن هاي؟ ياء النداء. المن هاي الياء؟ ياء النداء. احسنتم. زين رمان ولبن. عندنا رمان ولبن قليل. عندنا شو يعني رمان ولبن قليل؟ لدينا يعني شو معناته لدينا؟ يعني عندنا. لدينا يعني عندنا. زين بقال شو يعني بقال؟ يبيع الفواكه والخضرات. زين انا القي ليش قايده مرتين ببقال؟ عليها شده. شنو عليها؟ شده. عليها شده. شده شو تسوي؟ هاي الشدة شد حرفين تكتب واحد تقرأ اثنين. هاي الشدة شد حرفين تكتب واحد تقرأ اثنين. أحسنتم يا أبطال. زين انتبهوا وياي. هاي الصورة من الشوفها شنو تدلك؟ رمان. شو رمان؟ زين هاي الصورة من الشوفها شنو تقول عليها؟ بقال. بقال مو بقال. بقال شو هاي كلمة؟ بقال. قولي بقال. بقال بقال. زين كلمة لدينا كم مرة بالموضوع؟ واحد اثنين. كم مرة؟ بجا مرتين. لبن. لبن كم مرة؟ واحد اثنين. تجول لبن. تجولي رمان. كم مرة واحدة بالدرس؟ مرتين. زين شوفوا لدينا الإل شلون جتي بيها؟ أولية. لدينا بديت بالإل. الأولية تصير بالنهاية؟ دائما بداية الكلمة الأولية شنو يعني معناتها أولية؟ بداية الكلمة شنو يعني أولية؟ شنو يعني أولية؟ بلدينا جتي أولية يعني بداية الكلمة. زين لبن شلون جتي؟ أولية بداية الكلمة. لدينا لا شنو يعني لا؟ زين لبن ليش قلت هم لا؟ الفو. زين بقلنا. بقلنا شلون جتي ال شلون جتي ال وسطية. وسط الكلمة. وسطية وسط الكلمة. شنو يعني وسطية؟ وسط الكلمة. شنو يعني وسطية؟ وسط الكلمة. زين قليل كم مرة جتي بها الإل؟ مرة وسطية مرة آخرية متصلة. مرة وسطية مرة آخرية متصلة. شوف قليلي 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 قلي القليل. جاها مرتين. مرة وسطية وجاية مقطع الإيلي ومرة آخرية متصلة. مرة آخرية متصلة ومرة مقطع الإيلي وجاية وسطية. تمام أبو تمام؟ تمام. عافية بالأبطال. زين نبيل كم مرة بالموضوع؟ واحد اثنين ثلاثة. كم مرة؟ ثلاثة. زين الإلبيها شلون جتي؟ آخرية متصلة. آخرية متصلة شلون جتي بيها؟ آخرية متصلة. كنت نبيل 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 نبيل. عمار ويحيى صباح انتبهوا وياي. زين هنا عندنا بقال الاشون جتي بيها آخر شنو السبب؟ سبقها حرف نحيس اللي هو الآ. زين هنا الحرف الجديد بيون لون يكون؟ أحمر. أحمر بالإنجليزي؟ أحمر. أحمر. أحسنتم يا حلوين. صفقوا نفسكم.